ويلكم مرة ثانية للحلقة الجديدة من فاكتوري، وهالحلقة بننتج أخيرا روبوت. أدري طولنا صح لأن ننتج روبوت، بس هاي أبغى السبيد موديول، أبغى يبدون يطلعون روح الحين. ترى أخبركم أدوان سيركت، يبغى أقول لك خلينا نسوي أدوان سيركت الحين. الوضع اللي فيه خطوطي يعني الوضع شوي بيطول، احصل منهم اللي ابغاه. اسمبلينج ماشين 4 سبيد موديل، يبغى سيركت، يبغى ما اعرف شو. انزين الحين شوي ترى الوضع بدا يتعقد. ها معلم العقب عقب عقب انت شوف هذا هذا ترى يودي مركز الابحاث على فكره. المفروض ماشي اللي بهني الصراحه، المفروض اشيل مهني لان هذا فل. حتى احسن فكرة يعني يمكن مشكلتي استغنيت عن البلاستيك اللي هني اللي كنت اصلا مشاركنا فيه، ولو كان بيستوي عندي اي مشاكل. نبقى كم واحد الحين؟ 1 2 3 4 بس يسدنا. وفوق السامون اللي بتجاهز بعد في وقت كرافتنج، مو مشكلة بنجهز الخط اللي ما قلته. نبى وراه يجهز هذا، نبى نوفر مكان حق 4، يكون هني المكان. مرة بتاري فولة هذا بيسوي لنا الشاصي من الروبوت، بعدين بنبدأ نسوي روبوت. يبقى الالكتريك سيركت موجود، يبقى شي يبقى بعد غير الالكتريك سيركت. في البودي نحن قاعد نسوي لوجيستيك كونستراكشن، بسوي لوجيستيك نحن اول شيء. كم من واحد انا محتاجهم يطيرون في المنطقة يبوا لي سامان الصراحة. ابعق هني في اللوجيستيك سلوت سنسر تركباسيتي، هذا بيطول لانه انتاج الريسيرش ماله تعبان. فانا اللي بسويه ما بل بنفسجي ابا ليزر تورتس ابا كنسلنا مخطط الاولي بتاع الليزر، خليت يتمعها شوي بنتفاهم. بس هو عادي ترى الريسيرش اللي سويناه بيتم موجود، بس والله قاموا ينتجون شوي شوي. يعني المشكلة الواحد كم يحتاج فيهم؟ واحد يحتاج 5 ادوان سيركت. يعني لو هالاربعة فعلا قاعد يشتغلون اصلا كان الوضع غير. لو كان 4 يشتغلون، بس المشكلة ما عندي انتاج. يعني ما عندي انتاج، قاعد ادق البترول دق. انا اصلا يعني الطريقة اللي انا قاعد استعمل فيها البترول غير حضارية ابدا. وهني منشف البترول كله لوبريكنت، ما متفاهم يا عم. شو يسوي سوليد فيول؟ المفروض ما تسوي، خلاص خط فول. زين انا بيه بحطي فيك بفولك. اوكي اوكي خلاص فل. وبتشوف هذا ينتج الحين، ترى بيرتفع الكباسيتي في التانك. ايوه المصانع اللي فوق تنشف الحين، لان يمكن انا لا ما وصل فوق بعد تراني في التانكي، فمنشفين التانكي هم الثانيين. اذا قصوا يشلوا من المصنع برايهم سكر فيهم انا وايد. بس ليزر ثورة عندنا، وعندنا افكت هذا ما نبغى 50% الحين، مش الحين 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 ابغى اني بسوي لوجيستكس. انا الحين ما استعملت الحمر الله يهداك، استعمل هذا استعملها عقب، لازم نستعملهم. الكترونيك سيركت
بنبدأ يتعقد الوضع زيادة. أنا بروح إلكترونيك سيركت مش ملحق عليه. اللي لعوزني بس في الإلكترونيك سيركت فقط بلاستيك ترى، ما في شيء ثاني. واحد، اثنين، كهرباء. الله، هو شكله خطير الصراحة، ولا يمكن لاني وايد تعبت عليه، بس وايد يباله مواد. هاي علته، يباله وايد مواد. ما كان الشاصي، ما ايش اصربت وانا دقة. هذا زي ليش معصبنا؟ لا مفروض اسويه، يبقى اربع شغلات بس. 1 2 3 4، اي 1 2 3 4، وهذا مفروض يسوي up to 4 items. هذا اللي انا موعود فيه، up to 4 ingredients. اوكي، والشاصي يبقى 4 ingredients. ها هذا هو، الحمد لله. الله، كنت عاد الحين مسحت شي ومسح اللعبة ورا ويتقع جوي وروح. لا ما بمسح اللعبة يعني، مش لهالدرجة يعني، بس ان سنة الواحد يغطاط الصراحة، والله يغطاط. ما في تفهمه صح، فهمه غلط على طول. ايوه تعال تعال، انت شو تبع لوجيستيك صح؟ لوجيستيك روبوت. كيف اروم اسوي 13؟ عندي مات سنة حقه. نبغى لوجيستيك، وابا دايما في شنطتي مثلا. شو تبغى في شنطتي؟ شو تبغى في شنطتك يا ابو خل؟ شو تبغى في شنطتك دايما؟ ابا كنت كنت عارف كل شيء. ايوه ابا 100 بلت دايما في الشنطة. حلو، بسوي 2 لوجيستيكس. وين انا حطيت ال والله نسيت هذا هو لوجيستيك روبوتس. اوكي، والبلت وين احطي؟ انا بخبركم. خنابل وانا با انا لوجيستيك الحين. الحين مشكلة ثانية اللي هي البلت. وين دائما عندي وايد بلت؟ انا عندي شنط هاي. اوكي، شل فقط 100 وبا دائما عندي 100 هني. يا بلي مو يا بلي مي هذا انا ما كنت اعتقد اني عندي 100. هاي اللي دائما استعملهم. زين، always you get me this 50. لا 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 لا، شو نحتاج 100 بس. وين الروبوبورت؟ كان عندي انا قبل روبوبورت. صبر ترى شو بيستوي الحين؟ ترى الروبوبورت مهم. ليش مهم؟ انا بخبركم. مهم لان يشبكون في بعض، والروبوتات تقدر تتحرك ما بينهم. مادام روبوتات روم تتحرك ما بينهم البين، هذا شيء. لا ما ابغى هالشيء، ابغى من هذا 100 بعد. زين، سؤال، الروبوتات الحين عندي هي
بيروحون يبولي اذا موجود وين في الشنطة هاي وانا في المجال الجوي مالهم. شو بيسوون؟ بيون بيحطونه وين؟ هني. دائما يخلون عندي امي شو الحبايب، خلون يا حبيبي بس ما احتاج نشف اكثر. انزين الحين مثلا محتاج ستيل، فشو اسوي في الستيل؟ اسوي سمارت تيست حق منو؟ حق الستيل. This is how it works. مثلا عندي ستيل فوق كان وايد صح، اروح عند الستيل ابا روبو بورت تاني، ما ياخذ مهني ستيل ضربة واحدة، ناخذ ستيل من هذا المكان. زين محتاج سيركتس، يو يا سيركتس هاي ايش اللي تفهمنا؟ بس هاي اللي يحتاجون ريبير ايتمز ترى، ريبير بوكس يحتاجون اللي هم تراهم بيرجعون البيس بيدورون الريبير باك هذا دواره، بنتج عقب الريبير باك عادي مش مشكلة. بس الحين محتاج انا اخذ ستيل بما فيه الكفاية والسيركت، عندي سيركت هنا بيكون على الاغلب. خلنا نلطم اللي نحتاجه، الوايرون جير موجود. اللي ابى اسوي الشغلات الاساسيه دائما اللي نحن نحتاجها في البناء موجوده عندي بكثره. مثلا هاي شو اسوي فيهن؟ هاي احولهن لمنو؟ هذا بيوصل في مجال منو الستيل اللي هناك بيوصل، ما اعرف اذا بيوصل روبوتس. بس شو بسوي؟ مكان زين بس ببدأ اشيل مثلا امية هني على اساس يوفر لي هو هني، انا بوفر له مكان في امية وهو بيشيل من الشست هذا. وين شو بيسوي؟ بيجيب لي دايما. حلو حلو موضوع اللوجيستكس ترى، حلو موضوع اللوجيستك هذا حلو، بس ابغى اللوجيستك سلوت مطورة. اوكي رمي حط روبوتات فوق مخي، زين ممتاز. اوكي بولت شوتنج ما با، وركر ما با، ما با كل كوكفيكيشن بروسنج تكنيك بتن كول انتو اويل برودكس. اوكي ابعد جديد علي، هنشيل لوجيستيك هذا كاركتر لوجيستيك تراش سلوتس ون. حلو نزيد سلوتس مالي. انزيد الحين يوم يجهز الروبو بورت مالي مثلا شو بسوي؟ بس خلنا حط لهم البير بوكس لانهم في كافة الحوال بيرجعون شو يبون يصلحون. وين وداها رايت كليك؟ وين وداها يا جماعة؟ هذا تحت. اوكي قاعد ينزل تحت، مشكلة عادي مشكلة. زين بيجهز عندي الحين بعد الروبو بورس بيجهزوا عندي خلاص. براويكم الحين كيف الكونكشنز. مركز روبوتات نعم، هو خليل روبوت جيمينج، روبو جيمينج نعم. هذا الحمالي وممكن تسوي فيه ترى وايد شغلات اكثر. يعني شوفوا الحين دام عندنا الخط هذا معناها الاثنين ممكن شو يوصلون لبعض،
بكل بساطة فقط. وصل هنا ما يوصلون، يعني هذا حد التواصل بينهم الحين هالمنطقة هاي. يعني وين ممكن يوصل الروبوت مالي هذا؟ مثلا أنا أبغاه هني يوصل الأماكن الخضراء هاي، حلو. أنا بوصل محطات الحين ويا بعض، صح؟ فأنجبر إني أسوي شو؟ محطاتها بطريقة معينة على أساس أنهم يتوصلون مع بعض. إذا أنا موجود في منطقة، في كل منطقة أكون شو؟ موجود عادي يعني. هني هذا شوفوا شوية على اليسار وصلهم في بعض عادي، بس ما عندنا كهرباء لأن أصلا هو الكيبل هذا أوفر هيد، ما يغطي وايد، يغطي اللي عنده بس. فمثلا إذا بدلت أنا هذا هني، يا الله زين، شوف قاعد يبوا لي سامان الجماعة الحقوني. انت بكبرك سخفكني زين. زين دائما اباقير بعد يتحبه دائما، هذا لهذا ما يتحبه. فدايما هات لي رصاص بعد ابو 200، اذا نقصني رصاص هات. من وين يهجموا؟ من تحت. خلنا نسير لهم انا حاط دفاعته هناك ان شاء الله، فقط تصمد يعني. فدرب خلنا نسوي لنا كم لوجستيك. عندي كم بدي؟ ما عندي بديات. من دشيت انا شو الهجوم الصاعق هذا؟ خي بس ما فجرت عمري يعني. سامواني هذا زين، الله يسامحهم. المهم وين بعد هجوم؟ أنا ناقص، ارحموني شوي. هل ليش ما أخذت لي صورة من هناك؟ ليزر تورت عندي، بسري عندي كل شيء. نحط لهم هناك عمتين، اظني هذا حلهم. بعدهم شوي، هذا هو الحل. نعم الحقيقة لدينا ليزر خادم، هو ربما أن يكون شديدا. مصدر كهرباء ما يلا خسم. بوبوبوبوبوبوب عليه رين جامد، حط عليه جدران، مش بوابات جدران زيادة.
زين عندي ستيم، عندي بويلر هي الله يخسر فيس دمروا 3 بويلرز حقي. انزين ستيم انجن يب موجود، عمود الكهرباء موجود، انسرت هذا الجدام مال سنة يدي فيصبح موجودا. وينه؟ سويته انا صح؟ راسي قام يعورني. هاي وهذا انزين ممتاز، شفنا المنطقة ونظفناها. هي عارف عارف عارف، انا الحين قاعد اضبط اوضاع اللوجيستكس. شو طالب بعد؟ طالب ايرون جير، انا ايرون جير لازم يكون عندي دائما هنا في اللوجيستك تشين، على اساس شو يوفرها لي. اي شيء تبغى انت توفره لا عسى يوفر لك، ما يصرف من جيبه. وبعد انت لازم تسوي سوالف نفس هذه. اوكي حطي مثلا 200 هني، دايما يكون في روح يردون عليك. الرصاص انا حطيت هناك اظني، ما اعرف، لا ما حطيت، كنت قاعد اشرد. فهم بيجون بيحطوا لي دائما يسوي لي ريستو كذا عندي تحت الامية شيء معين. عقب مفروض اني يستوي عندي 100 بولهم دق، نشوف اذا اختار يروم احط عليه شيء. ما اختار، اذا اختار وقف مصيبة. لازم ندافع عنه نحن. خلنا نعطيه دمج شباب. شوف يلحقوني هم الحين ترى. وايد في صراحة رصاص، انا ما بلحق اشيل هالرصاص اصلا، فخلوني اشيل شوي. بعد زيد دمج، بعد زيد دمج، حطينا هناك تو ليزر ومتفيج حق ابوه. عندي مشكلة انه في استعمال هالسوالف ما اعرف ليش. زين اختار موجود، سؤال فني اروم احطي عليك هذا. هذا السؤال الفني، هل ينزل موجود؟ انزين نورو مركبه فوق الخطارة. افا والله ودي اركبه فوقك يا صديقي. كنت بركب له قنتورت الأساس يروح يرد آمن، ما كان شكله هو مرتاح صراحة. أنزل له أي أحطي صندوق أكبر على طول، ما غير ما أني أشل حتى أي شيء يستوي. نعم إنه أبغريد ممكن. نعم انا اسوي لهم ابجريد، لان القطار فل ومش قادر. هذا معناه اروح احط اللوجيستيك هناك. وانتاجنا اعلى من استهلاكنا حاليا في كل شيء، حتى فايل في الريسيرش.
بس مش اخر ريسيرش، اخر ريسيرش بعد عندنا مشاكل سبة البلاستيك ومش قادر حل مشكلة البلاستيك. وانا ابا ايش هذا؟ شو تبغى تعطيني؟ شو اوكي، شو مشكلتي هني؟ اوكي ابو هذا هني يعبي له 100، اهم شيء يعبي له مال ابو 100، ما ابو اكثر، يعبوا له 100 يعني 100%. وبصير احط لوجيستيك تيست بعد على منو؟ على سوالف الرشاشه هناك. طب صدقكم مره مش هذا كله، انا لمت مصيبة بعد. اوكي الفحم ممكن اتخلص منه بس مش الحين، الحين صعب اتخلص من الفحم، لكن لازم اتخلص منه بكلام الصراحة. الحين ممكن اني مثلا واحد من هني. اوكي انت دائما مثلا خلي في الستوك 200، اوكي اكثر ما ينفع، اكثر بتصيحنا. يجي الحق وراي. الحين ابى اكبر اللوجيستيك انا بريكن كان سلو داون فاستر الاونج دم تو ستي هاير سبيد لونجر. والله حلو هذا اذا عندي مسافه بعيده وايد تفرق، حتى الحين بتفرق وياي بس مش من غير قصد خرافي. Allows you to request items from logistic network. The items will be delivered to by logistic robots. Okay. ترى هذا اللي قاعد اشتغل عليه من الصبح انا الحين. فهذه الروبوتات سويناها، لا تقولوا ما سوينا روبوتات، بس انا بالحين شويه من هذا واسوي logistic robots. انت 50 شو ناقصني؟ الريد سيركت بيبهدلني. الريد سيركت هذا مصيبة. ابى اسوي لهم بعد ريبير كت كمية حلوة. سما يبالي ودها، يبالي من الاخضر وين ما اتحرك. ترى في انواع من الصناديق، في انواع شو تسوي لنا؟ لازم اشرح لكم انا هالشيء. اوكي في انواع التست لهذا، هذا يعطي سامون، هذا بس ستورج، بس في اللوجيستيك تشين يرمي لنا سامون. في بروفايدر، في ريكوستر، في بنطورهن عقب. هاي اللوجيستيك سيستم 4 بتشوفون كاملات هني، بس هاي عقب نحن بنطور لنا يبال الاصفر. بس الحين ابو اللوجيستيك سلوتس عندي شوي تزيد، فهذا الهدف الحالي يعني هدف شوي جامد. ها ما قاعد تشوف تعبان لان السيركت يبون بلاستيك. بنحل مشكله البلاستيك يوم ما في عندي بترول مكان ثاني. بعد طور اللي بعده زاد عندي سلوت، بحتاي الوز يكون عندي 100 من هذا. بس الموضوع كله مشي هني، اسوي ريبيرز كت سنة عندي هذا. وهني يبون هذا، هذا أمر معقه. صبر افتكينا منه. هذا منو يستعمله؟ أقول
هذا منو يستعمله؟ اوكي خلنا نفتك من الاستكوزويد، نخلص السمن كله موتر هذا اصلا لو سكت بيه بالعيد، خله واقف هنا زينة. موتر طيب محترم. عندنا انتاج الروبوت نفسه، شي يبالا construction report انا اسويه هنا. بسوي له 2 بودي، ما بسوي له 2 بودي، ابغى البوديات اللي عندي جاهزات بس. ليش تجبرني اسوي له 2 بودي؟ بس وايد الصراحة عشان احبه وايد. هذا بس الحين لوجيستيك روبوت مش مكتوب عليه انه له عمر معين. كونستراكشن اتصور هاي مش الكونستراكشن بيكون له عمر معين. كان فيديو يسر ماكس هيلث انرجي كونسبشن. شو يسوون هاي؟ خلنا نشوف. اوكي ممتاز، هاي الحق بلو برنت بيريحون شوي من بلو برنت. انا ما بطول هالحلقة اكثر من هذا الكم الصراحة، وبنشوف بعدين احنا كيف ممكن نتعامل مع الوضع ان شاء الله في الحلقة. نشوفكم في حلقة قادمة على خير، وسوينا هني الروبوتات.